دلوقتي تعالوا نتعرف مع حضراتكم على آخر أخبار المرور والطقس والعملات وأسعار الذهب النهاردة، لكن خلوني أبدأ معاكم بالجولة المرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. وبالفعل الناس بدأت تنزل وكان في شبورة مائية صباحا. نبدأ جولتنا من القاهرة من كوبري أكتوبر متجه لمنطقتي الإسعاف ورمسيس، بيشهد كثافات مرية متحركة. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر ففي بعض الكثافات المرية البسيطة زي ما حضراتكم شايفين. هنشوف صراحة طريق صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطة اللي لو كملنا لحد الآخر هنلاقي إن الكثافات بدأت تقل ويبقى في سيولة مرية ملحوظة بتوصل لحد نفق الطيران. بعد ما بنوصل للنفق هترجع مرة تانية الكثافات المرية عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغنية. ونكمل جولتنا بشوارع الجيزة وهنبدأ من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر، في كثافات مرية بسيطة قبل الدائري وكمان حتى ميدان لبنان، وفي كثافات مرية على كوبري 15 مايو. الكثافات دي بتبدأ تقل لحد ما نوصل لمنطقة الزمالك، وبتظهر كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، لكنها بتكون كثافات متحركة. نفس الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، كمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، ده بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين، وفي كثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي ده بسبب الإصلاحات. شارع الهرم بيشهد كثافات أو ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في التقاطع مع المريوطية ومدكور والعريش والطلبية، ده عشان إنشاء محطة مترو، وبتظهر كثافات منطقة مشعل وكثافات بسيطة من شارع العشرين حتى الطلبية، وفي كثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق. كمان بتظهر كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. هنروح معاكم لمحافظة القليوبية والقادم من السلام وموقف العاشر متجه لبنها، يفضل طريق شبرا بنها الحر اللي بيشهد سيولة مرية حتى تقاطعه مع الدائري الإقليمي. أما القادم من شبرا بنها متجه إلى منطقة شرق القاهرة هيكمل أفضل في محور العصار حتى منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الزراعي القديم بيشهد كثافات مرية وقبل الطريق الدائري، وفي أيضا كثافات بسيطة قبل ميدان المؤسسة. وأما اللي رايح مدينة أليوب فالطريق هناك بيشهد سيولة نسبية، ولو كملنا لحد محكمة أليوب الجزئية في سيولة مرية واصلة لحد طريق أليوب القناطر الخيرية. ومكملين جولتنا المرية ونروح اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، وهنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي كمان في سيولة مرية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. ولو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مرورية أخرى واصلة لحد محرم بيك والشارع عبد القادر الغرياني. أما طريق الكورنيش ففي كثافات مرورية متقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي، ولو رحنا عند محيط الجامعة في بعض الكثافات المرورية. وطبعا بعد ما خدناكم في الجوله المريه تعالوا نتابع مع حضراتكم اسعار صرف العملات الرسميه، وهنبدا طبعا من الدولار الامريكي وسعر البيع وسعر الشراء. سعر البيع للدولار الامريكي هو 18 جنيه 39 قرش وسعر الشراء 18 جنيه ونص. سعر اليورو سعر البيع 20 جنيه وقرش وسعر الشراء 19 جنيه و90 قرش. الجنيه الاسترليني سعر البيع 23 جنيه 98 قرش وسعر الشراء 23 جنيه 84 قرش. فرانك سويسري سعر البيع 19 جنيه 68 قرش وسعر الشراء 19 جنيه 57 قرش. الريال السعودي سعر البيع 4 جنيهات و90 قرش، سعر الشراء 4 جنيهات 87 قرش. الدينار الكويتي سعر البيع 60 جنيه 36 قرش وسعر الشراء 60 جنيه وقرشين. الدرهم الإماراتي سعر البيع 5 جنيه وسعر الشراء 4 جنيه 98 قرش. اليوان الصيني سعر البيع 2 جنيه 89 قرش وسعر الشراء 2 جنيه 87 قرش.
خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والنهاردة الطقس هيكون ربيعي مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون في نشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في السلوم 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.